استعدادات لانطلاق الدورة 23 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بيهون وعمل دؤوب تقوم به اللجان المشكلة من قبل إدارة الدورة ورفع لوتيرة العمل في عد تنازلي حتى الوصول إلى يوم الحدث في 25 من أكتوبر الجاري. إدارة هذه الدورة منذ أيام قليلة، ولكن الحمد لله على إعانته لي في هذه الدورة، لأني أشكر الله بالدرجة الأولى، لأن الأمور المهرجان إن شاء الله جيدة وماشية بخطوات سليمة بإذن الله. الحقيقة هذه مني دعوة إلى جميع الشباب. هم 3 أيام سينطلق خلالها المهرجان، أما الاستعدادات من قبل أهل المدينة واللجان القائمة على الفعاليات فتسير على قدم وساق منذ مدة، كما قامت اللجنة الأهلية بإعادة انتخاب أعضائها ووضعت خطة تعمل وفقها لينجح العمل. نحن الآن في متحف المدينة، كما تشاهدون في الصورة الأعمال تسير على قدم وساق، تجهيزات يمكن بنسبة 95%، يعني ما زال بقايا حاجات بسيطة، يعني تجهيز العرض بس، هيكون معنا مشاركين من مختلف أنحاء ليبيا. مهرجان مستمر منذ عام 1996 يصل هذا العام إلى دورته 23، عماده العمل التطوعي الأهلي بسواعد أبنائهون بمختلف أعمارهم، والهدف إبراز مدينتهم بأبهى حلة.